هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع. السؤال بيقول إنني أرتكب بعض المعاصي ثم أتوب، ثم أتوب إلى الله، ثم أرتكبها مرة أخرى وأتوب، وهذا ما يسبب لي كثير من الأسى والضيق، أخبروني عن ذلك جزاكم الله خير. هذا يقع لكثير من الناس، واحمد ربك إذا كنت كلما وقعت في الذنب تبت، هذه من نعم الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول: علم عبدي أن له ذنبا، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فإذا تبت من ذنبك فأنت على خير، فإذا وقعت في الزلة ثم تبت أيضا فأنت على خير. المصيبة أن تصر على الذنب وأن تبقى عليه وأن لا تتوب، هذه المصيبة العظمى. ولكن عليك أن تجاهد نفسك لعلك ترجع، لعلك لا ترجع إلى الذنب، لعلك تسلم منه. عليك أن تجاهد نفسك وأن تبذل وسعك في السلامة من الذنب والبعد عن أسبابه ومجالسة أهله لعلك تنجو. ولكنك مع هذا ما دمت متى فعلته بادرت بالتوبة وعرفت خطرك وأنك على خطر عظيم فتبت توبة صادقة فأنت على خير. ولكن يجب أن تنتبه، لأن أخشى عليك من التكرار أن تعتاد الذنب ثم تترك التوبة ثم تقيم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من هذا الذنب، سواء كان شرب مسكر أو زنا أو عقوقا أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير ذلك. عليك أن تبتعد عن أسبابه وأن تحذرها وأن تضرع إلى الله صادقا أن يعيدك من هذا الذنب وأن يكفيك شره وأن يحول بينك وبينه، وأن ضرع إليه صادقا أجاب سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. نعم.